يسعد صباحكم علاء ولاء. نحن الآن متواجدين في جمعية طول كرم التعاونية للأشغال اليدوية والحرفية، يعني هذه الجمعية التي تهدف إلى رفع قدرات النساء من أجل العمل في السوق الفلسطينية ورفع قدراتهن من أجل إدماجهن في سوق العمل. يعني هنا تستهدف الجمعية تطوير قدرات النساء في عدة مجالات احترافية مثل الطباعة الحرارية والطباعة الحرارية وأيضا النقش على الخشب وأيضا التطريز لإدماج النساء في سوق العمل الفلسطيني بعد إنهاء عملية التدريب. يعني الحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف وإياكم السيدة حنان سلمان رئيسة جمعية طول كرم للأشغال اليدوية والحرفية. يسعد صباحك أستاذ حنان. صباحك أستاذ حنان. صباح الخير. تحدثينا عن أهم المنجزات وعن أهدافكم في هذه الجمعية وعن أهم المنتجات اللي أنتوا بتعملوها هون بالجمعية. إحنا جمعية تعاونية نسوية تأسسنا ب 2018 وأخذنا موافقة من هيئة العمل التعاوني. بنعمل في مجال تمكين المرأة اقتصادي وتوفير فرص عمل للنساء. بدأنا فكرة الجمعية من خلال تدوير الأشياء وتوزيعها بأسعار رمزية، خليني أحكي، ويعني منظبطها ومنعيدها، منجمع الملابس ومناخد تصفيات ومنوزعها بأسعار رمزية. طبعا اتطورت فكرة الجمعية وحاولنا أن نطور المشروع من ماكنتين خياطة لعدد من الماكنات. عندنا حاليا 5 ماكنات لتدوير الأشياء وإعادة تكييفها، وقدرنا أنه نجيب مصممة اللي تعلم النساء كيف يقصوا ويصمموا في مجال الخياطة والتصميم، وحصلنا على ماكنات من الإغاثة الزراعية من خلال مشروع تمكين النساء اللي هو مدعوم من مؤسسة فلنسيا العظمى. وهذا المشروع هو عبارة عن عدد من الماكينات زي ماكينة التطريز، لأنه ارتقينا إحنا بنشتغل طبعا في مجال تعزيز المنتج الفلسطيني وزي التراث الزي الفلسطيني، فماكينة التطريز شفنا إنها ممكن تحقق إشي بشكل أسرع، فجبنا ماكينة التطريز اللي كمان راح ندرب عليها نساء، وحاليا دربنا وشغالين عليها، بس طبعا بده تطوير هذا التدريب. في عنا بالإضافة لماكينة السي أن سي اللي هي الخشب، هاي بتحفر على الخشب وممكن تقدم هدايا لشريحة كبيرة من المجتمع، وكمان ممكن تحقق فرص عمل لعدد من النساء الخريجات اللي بدوروا على شغل. إحنا مثل ما شايفين هون عندك في الجمعية في كثير من المشغولات اليدوية والمشغولات الحرفية والطباعة الحرارية، يعني هذه كلها بترفع من قدرات وتطوير النساء المتدربات والعاملات هنا في الجمعية من أجل إدماجهم في سوق العمل. يعني لو تحدثينا عن أعداد النسوة اللي هون اللي متدربات واللي بيشتغلن هون في كيف، والكمية الاستيعابية لهم وكيفية تطوير قدراتهم من أجل إدماجهم في سوق العمل وإيجاد فرص عمل إلهن. إحنا في المرحلة الأولى دربنا 10 نساء في مجال تصميم الأزياء والخياطة وإعادة التدوير والتكييف، وحاليا طبعا بالإضافة لكمان دربنا كمان 5 نساء أو 6 على ماكينة التطريز والسي أن سي والطابعة الحرارية. إحنا كمان هدول بدنا ندرب إضافة بنات أخريات على أساس الظروف اللي بتحكم النساء في العمل، ما وقتها إلها، ما بتقدر تداوم 8 ساعات، ممكن إنها تشتغل ساعتين حتى نعطي مجال أكبر لأكبر شريحة إنها تستفيد من المشاريع الموجودة. في عنا أكثر من خط إنتاج زي ما أنت شايف. لو تحدثينا عن خطوط الإنتاج الموجودة عندك نأخذ فيهم جولة معك. في عنا ماكينة التطريز هيها شغالة، طبعا بنشتغل حاليا على التواصي، في صبية بتشتغل عليها أتقنت الشغل عليها لأنها بصراحة بدها، لأنها بتشتغل على برنامج معين اسمه الويلكم اللي له علاقة بالماكينة، وفي برامج تانية وبدها شوي يعني بدها حدا عنده معلومات تكنولوجية عالية عشان يقدر يشتغل عليها، يعني مش أي صبية. ورغم إنه إحنا بنحاول إنه نستهدف في شغلنا النساء اللي وضعهم الاقتصادي صعب،
اللي بدوروا على شغل مش لاقيين فرصة عمل لهم. يعني الجمعية هدفها هو رفع قدرات النساء وتطويرهن من أجل إدماجهن في سوق العمل، وبالتحديد يعني النساء اللي بحاجة العمل يعني في الجمعية، سواء داخل الجمعية أو خارج الجمعية. بس لو تحكينا عن الخط الانتاج اللي عندك موجود هون، احنا شايفين الطباعه الحراريه، شو موجود كمان شو موجود كمان عندك الدرز والحبكه، هيكم موجودين في عندنا ماكينه المخبلات كمان، هذول بفيدوا اكثر عدد من النساء انهم يدوروا الاشياء. في عندنا ماكينه الجلد، ممكن ندمج التطريز مع اعاده التدوير اللي هو هدفنا، يعني ممكن من خلال بلاطين جينز قديمه تعيد انت تصمم تعمل شونات وتدخل فيهم التطريز، ممكن كمان ملابس تعيد تدويرها وصناعتها مره اخرى. في عندنا في القسم الثاني اللي هو ماكينه السي ان سي الخشب اللي بتحفر على الخشب، كمان هاي بدها لسه بدنا ندرب عليها واحنا حاليا شغالين. في الطابعة الحرارية اللي هي بتطبع الكاسات المجات، بتطبع الطواقي، بتطبع البلايز، وفي عنا صبايا، بس طبعا بدنا أعداد أكتر لأنه زي ما حكيت لك الوقت اللي بحكم الصبية في ساعات العمل ما بتقدر. يعني في ربات بيوت هم بحاجة لشغل، ممكن تيجي تشغل ساعتين تشغل ثلاث ساعات وخلص تقول هاي طاقتي ما بقدر أكمل، فبدل ما نسكر هذا الإشي ممكن إنه نجيب بديلة وبديلة وتانية وثالثة ويضل المشروع قائم ويخدم أكبر شريحة من المجتمع ومن النساء طالبات الجامعة حتى الباحثات عن عمل. تحكي لنا عن الفئات المستهدفة من النساء اللي بتستهدفون أنت هون في الجمعية من أجل رفع قدراتهن وتطوير عملهن، لإيجاد فرص عمل وإدماجهن بالسوق، وانه هذا بتكون يعني ايجاد فرصه عمل مسانده لزوجها او مسانده لعائلتها. اكيد احنا زي ما حكيت لك تاسست الجمعيه ب 2018، كان في تحديات كبيره امامنا من الاغلاق ومن كورونا ومن الحواجز، يعني احنا عمليا قدرنا نحصل على هذا المشروع واستمرار. وخليني اقول بشهر 10 عملنا افتتاح طبعا للجمعيه ودعينا مؤسسات المجتمع المدني، عملنا بروشور، سجلنا، عملنا لوجو، علامه تجاريه، بنحاول نستهدف النساء اللي بدوروا على شغل واللي وضعهم الاقتصادي كمان مش كتير منيح، وفي ظل وضع اقتصادي صعب بعانوا منه شعبنا الفلسطيني وتحديدا النساء اللي هم اكثر فقرا في مجتمعنا، فاحنا بنحاول هاي الشريحه ندربها. يعني اجوا بنات بيعرفوش شو ماكينه ولا يمسكوا الخيط ولا يعرفوا ماكينة الدرزة من الحبكة ولا كيف، هلأ بالعكس بقعدوا على الماكينة. وفي الفترة السابقة قدرنا إنهم يخيطوا يفصلوا لعدد من الروضات، عملنا اتفاقيات معاهم اللي هو زي المدرسة جاكيت شتوي وعليه التطريز برضو من خلال الماكينة. فإحنا شغلنا جزئين، جزء اللي كان تصميم وقص وتفصيل وحققنا هذا لأكثر من روضة. هلأ اتفقنا مع الروضات كمان ممكن العام في بداية السنة الجديدة، طبعا عشان ظروف الناس كتير صعبة ما بقدروا يعملوا زيين لأولادهم، فاتفقنا إنه الزي الرئيسي ممكن ناخده إحنا بدل ما يكون، وخاصة إنه لجمعية نسوية بتستهدف النساء. هلأ لو بتحكين عن المنتجات اللي أنتوا هون بتعملوها بالجمعية، كيف بتسوقوا هذه المنتجات مشان أنتوا تساعدوا المتدربات وتساعدوا النساء العاملات هون عندكم والمتدربات في الجمعية؟ احنا زي ما حكيت لك احنا في بداية المشروع، هلا الشهرين اللي فاتوا خليني احكي عملنا عدد من الاتفاقيات مع روضات الاطفال، توجهنا للروضات، حاليا رح نتوجه للمؤسسات للمحافظة على اساس انه نقدر في المناسبات نستفيد من الالات الموجودة عندنا ونشغل اكبر شريحة ممكنة من النساء. يعني هلا لو تورجينا الاشي الشغلات اللي هون انتم بتشتغلوه هون بالجمعيه، يعني وتشرحينا عنهم، يعني لا تشرحينا عن المنتجات هذه. الكاسات هدول الطابعة الحرارية طبعا بتعمل هذه الكاسات، بنعملهم حسب المناسبات في بداية المرحلة في بداية السنة حسب الطلب طبعا. هلأ بنشتغل كمان بدنا نشوف عدد، اتفقنا مع عدد من المؤسسات ان نعملهم الكاسات الحرارية وزعهم 8 آذار برضو بسعر رمزي، يعني مش هدف الجمعية هو أساسي بس انها المادة، لا المادة تأتي لاحقا. احنا بهمنا قديش ندرب نساء، قديش نساء تستفيد من المشروع وقديش تروج منتجنا بشكل جيد. طبعا في عندنا الخشب راح تشرح عنه يمكن رائده اكثر لانها هي بتشتغل تدربت وهي حاليا بتشتغل على هذا المشروع. طبعا زي ما حكيت لك يعني لسه احنا بحاجه لتدريب اكثر، والمرحله الجايه راح ندرب نساء اخريات من الباحثات وراح نعمل اعلان في التلفزيونات المحليه انه احنا بحاجه لواحد اثنين ثلاثه، ويا ريت بدع المؤسسات كمان المجتمع المدني انهم يدعموا الجمعيات التعاونيه النسائيه لانه في تحديات كثيره بتواجه الجمعيات اذا احنا
بدنا نحافظ على استمراريتها المفروض يكون في تضامن للجهود من كل الأطراف لدعم التعاونيات وتحديدا النسوية. شكرا أشكرك. يعني هلا نتوجه للأخت رائدة. الأخت رائدة أنت قائمة على مشروع المشغولات اليدوية من الخشب، يعني حطينا كيف طريقة العمل وطريقة التسويق اللي بتشتغلوا فيها أنتم. يعطيكم العافية. احنا بنشتغل هون على الخشب سي ان سي اسمه، هاد بيعمل يعني كماليات، يعني مش خشب، هو كماليات زينة يعني اكسسوارات. بامكاننا نعمل اي طلب او اي رغبة هيك للواحد، بتعرف هالايام الكماليات والاكسسوارات في البيوت كتيرة، فاحنا بنلبي رغبتهم وبنفس الوقت اشي ممتع يعني حتى للنساء كتير مبسوطين لما بيجوا بيمارسوا هذا الشيء، كتير بحبوه حتى لما بشوفوه، فيعني هو إشي كتير جميل وحلو ومتعة يعني كتير. الله يعطيك العافية. أشكر ضيوفي. يعني لطالما تعودنا أن المرأة الفلسطينية هي مرأة مكافحة تتحدى كل الظروف، تصنع من أشياء البسيطة أشياء يمكن استخدامها، وتدمج النساء الفلسطينيات في سوق العمل من خلال هذه الجمعية. إليكم زملائي.